تواصل وزارة الخارجية عقد عدد من الجلسات النقاشية التي تأتي ضمن فعاليات الملتقى الدبلوماسي 2024 بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين. وفي اليوم الرابع لفعاليات الملتقى استعرض المتحدثون آلية عمل القنصليات في الخارج وسبل تطوير العمل بما يتوافق مع التطورات العالمية في هذا الشأن. نقاط جوهرية وأساليب متعددة تعتمدها القنصليات البحرينية في الخارج، حيث سلط المتحدثون الضوء على جهود مملكة البحرين في هذا المجال والخدمات المتنوعة التي تقدمها القنصليات في الخارج من خلال جلسات الملتقى الدبلوماسي في يومه الرابع. القنصلية يمكن هي نقطة الالتقاء الرئيسية بين وزارة الخارجية والمواطنين، فلذلك كان من المطلوب ان احنا نركز على كيفية رفع مستوى الخدمات، وهذه كان جزء من عملنا اليوم. الجزء الثاني تناولنا فيه تركيز على قضايا المواطنين ورعاية شؤونهم في الخارج، بالإضافة لشؤون المقيمين بالداخل، وقعدنا نستعرض بعض التجارب السابقة والدروس المستفادة منها. من اللقاءات يثري العمل القنصلي ويرفع من مستواه، وبالتالي نرفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وتجسيدا لواقع عمل القنصليات في الخارج ودورها في مواجهة الأزمات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين في الخارج، خاض أصحاب السعادة السفراء والدبلوماسيين المشاركين في الملتقى جلسة محاكاة لمشاكل واقعية وافتراضية لوضع الخطط المناسبة لمواجهتها. خدمات القنصلية اللي تقدمها وزارة الخارجية من خلال جميع بعثاتها في الخارج، ونحن نتكلم عن التمرين بشكل مختصر. اليوم صار عندنا اليوم قسمنا أصحاب السعادة إلى سبع مجموعات، كل مجموعة يكون في لا سمح الله مشكلة افتراضية تقع للفريق، ومن خلال خبرات اللاعبين اللي هم اصحاب المعالي والسعاده سفراء مملكه البحرين في الخارج يحطون السيناريوهات اللي ممكن مواجهتها حق حل هذه المشكله. مو بس محاضرات ومحاكم بل تجارب فعليه قامت فيها مملكه البحرين في مساعده مواطنيها في حالات الحروب، الزلازل، المشاكل اللي تصير. مثلا خذنا تجربة السودان، احنا عندنا في ألمانيا تجربة يعني الكوفيد وإخلاء المواطنين من إدارة موجودة في الوزارة لتسهيل وكل هذه المعوقات، يعني إن كانت لوجستية إن كانت مالية. فهذه اليوم ناخذ احنا تجارب. الملتقى في يومه الرابع ركز على دور القنصليات في الخارج ونقل الكثير من التجارب شارك فيها الحضور، مؤكدين على أهمية هذا الملتقى ودوره الكبير في التعرف على آلية عمل كل قنصلية بحرينية في الخارج والإنجازات التي حققتها. هذا الملتقى يستعرض في يومه الرابع تفاصيل دقيقة عن دور القنصليات في الخارج وماهية عملها، حيث تبادل سعادة السفراء المشاركين في الملتقى خلاصة تجاربهم في هذا المجال وسبل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها القنصليات البحرينية في الخارج. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.